السلام والاحترام إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد خاص بثغرة أسطورية، ثغرة الحصول على أقوى لاعبي باكج خاص ب يعني أوروبا. أي لاعب تألق في أوروبا سوف يكون موجود في هذا الباكج، يعني باكج متكامل جدا. أول خطوة سوف نقوم بها دون التقديم، الدخول عند دونا روما مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، نفس الشيء عند موسيالا. بعدها سوف ننتقل عند بيدري مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء عند فودين، كذلك عند كوندي، ثم سوف ننتقل بعد ذلك مرة واحدة دون الإطلاع على إحصائية رافائيل لياو، نفس الشيء عند ديليخت، ثم ديفيس. بعد مباشرة سوف نقوم بالخروج واللف ب 100 كوينز. بسم الله، سوف نرى على ماذا سوف نحصل. أكيد 5 نجوم مضمونة، وإن شاء الله ديفيز أريد الحصول على هذا اللاعب بطبيعة الحال. ديفيز يا أخواني الكرام، كما ترون نسخته نسخة أسطورية تصل إلى 8 متر، من أقوى اللاعبين في مركز الدي جي أو في مركز الألبي، يعني يعتبر من أقوى اللاعبين هذا المركز. لا تنسوا كتابة التعليقات أو ما حصلتم عليه، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.